اهلا اهلا. النهارده قررت انزل اشتري شويه طلبات للبيت، ولما جيت قررت اشارك معاكم اليوم ان شاء الله. رحت اشتريت شويه حاجات، جبت شويه مكرونات، وجبت العسل دوت. هنا انا بحب اجيبه كده لان ده بيكون سهل في الاستعمال، من غير بهدله ومن غير ما نحط فيه معلقه وكده، بيكون اسهل كتير. وبحب انا اشتري التوابل بتاعتي صحيحه وبطحنها بنفسي. يعني هنا مثلا انا جبت الكمون والفلفل، ده بيبقى صحيح، يفضل عشان تحتفظي اكتر بالطعم بتاعه، يبقى معاكي فريش اكتر، لان المطحون التاني طعمه بيروح بسرعة مع الوقت. وهنا جبت لازانيا، واشتريت، بحب اجيب الصلصة المعلبة دي، انا بعملها عندي فريش في البيت، بس انا بحب استعمل دي عشان اللون، بحط منها معلقة مع الصلصة الطبيعي، والنوع دوت كويس. بجيب علبة كده كبيرة وبحتفظ بيها عندي في التلاجة. وطبعا الزبادي عشان السحور، واللبن. كل الحاجات دي نزلت جبتها من السوبر ماركت تقريبا، نزلت كده ايه يعني الصبح على ما صحينا من النوم، ورجعت كده في خلال ساعة ساعتين، وقررت هشوف هنعمل اكل ايه مع بعض النهاردة، فقلت يلا نشارك مع بعض اليوم. طبعا ما نسيتش برضو كمان الجبن علشان السحور، يعني جبنة بيضة، جبنة رومي، يفضل جبنة البيضة اللي هي الملح الخفيف علشان ما تديش احساس بالعطش مع السحور. وبحب اجيب كمان جبنة شيدر، انا بستعملها في الاكلات، بقطعها شرايح بحطها على البرجر، بتنفع برضو في حاجات كتير. هنا كمان البيض طبعا برضو مهم، يعني بجيب له الحافظة كده بتاعة البيض بحط فيها، دي بتاخد حوالي تقريبا نص الكرتونة، والنص التاني دوت انا بحطه في الباب بتاع التلاجة. ما بحبش ان انا اسحم التلاجة قوي، طالما في مكان للبيض فخلاص، مش لازم ان انا احط كذا علبة في التلاجة عشان ما يبقاش فيه زحمة في المكان نفسه. جبت، بحب اجيب البيض الاحمر دوت، وبرده ناخد بالنا يا جماعه واحنا بنشتري، برده شوفي انت النوع اللي بترتاحي له او ماركه معينه بترتاحي لها وجربي، يعني مش هتعرفي غير لما تجربي بنفسك. المخلل اللي عندي كمان كان خلص، فقررت ان انا هشتري النهارده شويه مخلل من بره، علشان في اكله هنعملها مع بعض النهارده، وكنت محتاجه اقدم جنبها المخلل. بجيبه كده ايه تشكيله، برده بحطه في عندي اي علبه بايركس في الثلاجه، او حطيه عندك في علبه بلاستيك وبقفل عليه وبعينه كده في الثلاجه. بجهز الحاجات بتاعتي وابتديت ارصها في الثلاجه بشكل منظم، علشان ما يحسش كده افتح الثلاجه احس بزحمه او خنق، فبحبها تكون منظمة. لقيت عندي وانا بفتح التلاجة علبة التمر بتاعت الفطار، لقيتها تقريبا قربت تخلص واخده مكان عندي في التلاجة، فقررت ان انا هفضيها النص اللي فاضل دوت، في برضو علبه بايركس بغطا، هحطها كده واحتفظ بيها، كده خدت حجم اقل وشكلها بقى افضل. كملنا مع بعض الحاجات دي كلها، وابتديت اظبط المطبخ عندي شويه، اشوف الاطباق اللي محتاجه تتعان مكانها، لو في عندي الكاونتر مش نظيفه ومحتاجه تتظبط، بواقي اكل مثلا. وطبعا ظبطت الحاجات عشان نبتدي اعرف اقف اشتغل في المطبخ وانا رايقه. فتحت التلاجة وطلعت شوية فلفل الوان، علشان هنقطعه النهاردة، هنعمل اكلة مع بعض لطيفة وناس كتير بتحبها، وكمان من الاكلات السريعة السهلة اللي ما بتاخدش برضو وقت كتير في المطبخ. فلو عندك فلفل الوان، عندك احمر او اصفر او اخضر، ايا كان، يعني ما توقفيش اكلة علشان في حاجة معينة مش موجودة عندك، اكيد اللي موجود عندك تتصرفي بيه. انا بقطع الفلفل، بقطعه شرايح، خدت عندي التلات الوان، وكمان هنقطع جنبي بصل برضو هنقطعه شرايح. الفلفل بعد ما تقطعيه، يعني فرضا انتي اخدتي نص الفلفلية، فالنص التاني يعني حاولوا ما تحطوهوش كده في التلاجة لانه بيدبل بسرعة وبعد كده مش هتقدري تستعمليه كويس، فانا باخد النص اللي اتفضل مني لو انا مش هستعمله، بلفه في اللي هو الاستريتش رول اللي موجود عندك في البيت، ده مهم جدا يبقى عندك في المطبخ، بينفع في حاجات كتير قوي، بيفضل معاكي ما بيحصلوش اي حاجه، لو قعدتي اسبوع ما بيجرالوش اي حاجه. بعد كده دخلت على المطبخ، كنت محتاجه توابل من اللي انا جبتها، فدخلت عندي في المطحنه طحنتها، يفضل تطحنيها ناعم جدا عشان طبعا ما تبانش في الاكل، وبتبقى الريحه ساعتها فريش وجميله، اما بتبقي لسه كده عاملاها طازه كده في البيت افضل كتير ما تشتريها مطحونه جاهزه.
ما بتحسيش انتي بالنكهه بتاعه التوابل دي. خدت البرطمان عندي كان فاضل فيه حاجات بسيطه، خدته وطحنت الكمون وطحنت الفلفل وحطيتهم في برطمانات التوابل علشان النهارده هنستخدمهم في الاكله بتاعتنا اللي هنعملها النهارده زي ما اتفقنا هنعمل ان شاء الله تشيكن كريب. طبعا قبل ما انزل السوبر ماركت انا كنت مطلعه كيس من شرايح الفراخ اللي احنا عملناها في فيديو التفريزات، وطلعته علشان يفك. طبعا لما جيت كان خلاص تمام جاهز كده للاستخدام. هبتدي بقى هجيب ووك عندي على النار وبحط فيه هي معلقه، يعني الووك اللي عندي انا بستعمله بيكون يا اما جرانيت او سيراميك زي ما تحبي، وبستعمل معاه معلقه سمنه بس او معلقة زيت. هشوح طبعا شرايح الفراخ، يعني كنت مقطعاها مكعبات صغيرة علشان تنفع للكريب. هشوح الفراخ كويس عشان تاخد لون كويس وتدخل في تقريبا يعني نص سوا. بعد كده مجموعة بقى الخضار الجميل الالوان دوت اللي احنا قطعناه هنبتدي بقى نضيفه واحدة واحدة. هنبتدي بالبصل المكعبات، وهنبتدي بالفلفل برضو، الفلفل قطعناه مع بعض مكعبات صغيرة عشان ما يبانش قوي برضو معانا وانتي بتاكلي الساندوتش نفسه، ما تبقيش حاسة قوي بطعم الحاجات دي. كل المكونات دي هتمتزج مع بعضها وهتشوفوا انها مش هتبان خالص. طبعا انا حطيت الفراخ كده في نص لوحدها والفلفل الالوان والبصل في نص تاني، وهغطي عليهم وهسيبهم شويه بحيث ان هما يتبلوا. بعد كده هنمكس الخليط ده كله مع بعضه، ما ننساش طبعا التوابل بتاعتنا على الحاجات دي كلها. هنحط الفلفل، هنحط لو انتي بتحبي طعم الزعتر فيها بيبقى جميل قوي الزعتر مع الفراخ. هنضيف شويه توابل مع بعض دلوقتي. انا هنا ضفت معلقه صلصه علشان اللون، يعني الصلصه هنا بتدي لون وبتدي كمان تماسك. هنقلب المكونات كلها مع بعض. بحب اضيف انا كده من عندي بالنسبة للكريب، بحب اضيف السماق، بيدي طعم جميل جدا، جربوه بجد يعني هتحسوا بطعم مختلف للكريب. بتروحي عند اي عطار هتلاقي عنده السماق المطحون ده بيبقى رائع مع الفراخ. فانا باخد هنا شويه حلوين، يعني انتوا عارفين في اكله كده تقريبا فلسطينيه او اردنيه مش عارفه اسمها مسخن، دي بيضيفوا فيها كميه من السماق مش طبيعي على الفراخ. فطبعا انا هنا بحب احط طعمه قوي، انا جربته قبل كده. بضيف كمان عندي شويه بقى بهارات من عندي، بحب احط الجنزبيل مع الفراخ بيبقى جميل قوي برضو، عشان لو في اي زفاره في الفراخ بيضيع الطعم ده خالص، مش بيبقى حاسه خالص بالفراخ. بضيف كمان عليه بصل بودر وتوم بودر، بحط بابريكا. المنكهات دي كلها والتوابل دي كلها بتدي طعم جميل جدا للساندويتش اللي انت بتعمليه وبتخليه متميز. طبعا ما ننساش كمان رشة الملح، وبحط كمان معلقة خل كده بسيطة، بتدي تفتيح للون كده وبرده بتدي طعم ساور كده شوية. عندك ماسترد كمان ياريت تحطي، انا ما كانش عندي بصراحة، كانت خلصت فبالتالي ما ضفتش ماسترد. بضيف بقى كل المكونات مع بعضها، طبعا بغطيها مع بعض شوية واسيبها عشان تدخل في السوا وتبقى جاهزة عندي للساندوتشات. فطبعا جيت هنا خلاص خلصتها. دي الجبنة اللي جبتها النهاردة من السوبر ماركت، وهي عبارة عن جبنة شيدر. لو انتي مش عندك الجبنة السلايسز فطبعا تقدري تجيب الجبنة الشيدر وتخليه قطعها لك كده زي الشرايح. وهنا انا حبيت ان انا ما احطهاش زي ما هي، فقلت هقطعها برضو اجزاء صغيرة علشان تمتزج مع مكونات الفراخ كلها وتدي تماسك مع بعض. طبعا ده عيش تورتيلا او عيش سوري، او حتى لو هتجيبي اللي هو الرقاق الطري برضو كل الحاجات دي هتنفع. لو مع الاتيش العيش السوري او التورتيلا هاتي الرقاق الطري برضو هينفع وهيبقى جميل جدا. انا باخده كده بيبقى رقيق جدا، بتنيه نصين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وببتدي اجيب المايونيز بتاعي اللي انا بعمله في البيت وعملته معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات. وطبعا بحط جزء منه تحت
وببتدي اضيف كمية الفراخ اللي انا عايزاها اللي انا لسه مسويها معاكم. طبعا بتحطي الكمية على قد حجم العيش اللي عندك، لو هو اصغر من كده هتقللي الكمية. بالتالي بضيف بعد كده عليه الشرايح الجبنة اللي قطعناها سوا، وكمان حاجة بسيطة برضو بتغير الطعم وتخليه مميز جدا، هي مكعبات او اجزاء من الخيار المخلل. يا سلام لو حطيتيها، يعني الطعم بيختلف تماما في الساندوتش، بيبقى زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، نفس الطعم، ولكن حاجة انتي ضمناها وضمنا نظافتها وعاملاها بايديكي في البيت، اكيد الموضوع هيفرق كتير. باخد الساندوتش بلفه بالشكل اللي شفتوه ده، طبعا بيطلع شكل الكريب كده في النهاية زي ما بنشتريه من بره بالظبط في المحلات. هعمل كمان واحد معاكم برضو علشان نشوف طريقته. انا قسمت او عملته نصين بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، تنيته نصين كده، بفرد المايونيز زي ما اتفقنا وبحط كل المكونات بتاعتي والفه. ازاي بطبقه؟ انا بطبقه على شكل مثلث، فباخد هو بعد كده، يعني اهم حاجة الحشو عندك تبقى في النص، هتاخدي الجزء الفاضي اليمين او الشمال مش هتفرق، هتلفيه على الفراخ والنص التاني هتلفيه فوقيه، وبالتالي هيطلع معاكي شكل الساندويتش زي الكريب بالظبط، ما فيهوش اي فرق. هاخد كل الساندوتشات اللي انا بعمل كذا واحد الاول، بعمل حوالي 4 ساندوتشات على حسب الجريل ما تكفي عندي عشان يبقوا جاهزين معايا على طول، اسوي كله مرة واحدة. زي ما شفتوا كده طريقة التطبيقة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده، مش حاجة صعبة. ناس كتير ما بتعرفش هو بيتلف ازاي او طريقته ازاي، ما فيهوش اي صعوبة، انت بتلفيه على شكل مثلث. طبعا ما ننساش يعني واحنا بنحطه في الجريل ان احنا هنحطه على الجزء اللي احنا تنيناه، اللي هو الجزء المتني اللي باين، بحيث ان هو ما يفكش. تمام. في هنا بقى انا ضفت الكاتشب على الساندويتش ده، مش كل الناس بتحب الكاتشب جوه الساندويتش، فبرضو انتي خليه اختياري، لو عندك حد بيحب الكاتشب ده فيه مفيش، ممكن تقدمي الكاتشب كده لوحده كده على جنب، يعني مع الساندويتشات الكريب نفسها، على حسب ذوق كل واحد. فطبعا ممكن كمان بدل الجبنه الجبنه التشيدر اللي انا عملتها ممكن تحطي موتزاريلا، انا ما كانش عندي موتزاريلا فحطيت شيدر، فيعني كل الحاجات دي تخليكي مرنه كده في التعامل مع الحاجه، وفي النهايه النتيجه بتطلع جميله جدا. جبت بقى الجريل على النار، الجريل يفضل ان احنا نسيبها تسخن الاول كويس، وبدهنها طبعا باخد معلقه سمنه وبدهنها كده علشان الخطوط اللي في الجريل دي بعد كده هتبتدي تظهر في الساندوتش، بتدي شكل جميل قوي وشهي للساندويتش وكأنك جايباه من بره بالظبط، مفيش اي فرق. هاخد بقى ساندوتشات الكريب عندي بعد ما الطاسه سخنت كويس على النار، وهحطه على الجهه زي ما اتفقنا، الجهه المفتوحه. تمام. زي ما انتم شايفين بحطه كده الجهه المفتوحه دي علشان هو بيلزق بعد كده في بعضه وما بيبانش خالص كأنه مفتوح. كل المكونات دي هتمتزج مع بعضها ومش هتحسوا انها فكة او سايبة من الساندويتش خالص، بالعكس هيبقى الساندويتش متماسك جدا وهتقدميه بشكل رائع، هنشوفه مع بعض. انا هنا بسيبه شوية وبعد كده برجع اقلبه على الناحية التانية لغاية ما ياخد لون. الله، شوفوا اللون اللي خده، يعني خد لون جميل جدا ولا اروع من كده، اللون والطعم والريحه والنظافه، يعني حاجه ما فيش احسن من كده. تقدري بعد كده تلفيه في ورق فويل هتحسي ان هو زي بره بالظبط، وكمان ممكن تقدري تاخديه معاكي بره لو انت خارجه بالولاد في الايام العاديه، بينفع جدا. انا هنا قدمته مع شويه مخلل اللي كنت اشتريته النهارده وشويه بطاطس لو موجوده عندك، بس بصراحه هو مش محتاج اي حاجه خالص جنبه، الطعم كده حكايه، يعني طعمه كان شهي جدا، الولاد عجبهم جدا، فاتمنى تجربوه وتقولوا لي كده رايكم ايه. هستنى في الكومنتات رايكم ايه في الطريقه ديت. انا عملته كله في طاسه واحده علشان الناس اللي حابه حاجه سريعه، ما حبيتش اعمل الطريقه التقليديه ان انا اشوح الخضار الاول وبعدين اعمل الفراخ الاول، فحبيت اعمله بشكل سريع وسهل للناس اللي حابه حاجه تقدمها بسرعه. يعني بصوا معايا الساندوتش من جوه عامل ازاي. طبعا الجبنه لما بتمتزج مع المكونات بتديها تماسك وبيبقى فيها مطه كده جميله، ولو حاطه موتزاريلا هتحسي كمان بالمطه دي اكتر. انا كنت حاطه معاكم هنا شيدر بس ما شاء الله كان جميل ومتماسك جدا، ومن بره بيكون مقرمش والخلطه من جوه بتكون طريه جدا وناعمه. فهستنى زي ما قلت لكم كده تجربوه ان شاء الله وتقولوا لي كده رايكم في الكومنتات، وبالف هنا.